السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ودائما في الورشة ومع بعض المستفيدات. اليوم إن شاء الله مع المعلمة الفاسية. هاد السيدة كتخدم لي كوموند، عندها واحد كابور غزال ساهلة إن شاء الله. هانتوما غتشوفوا معايا، نبداو معاها على بعض. مدام إدريسة عائشة من جمعية ماما عائشة، اللي كنشكرهم جزيل الشكر، يعلمونا ومن عندهم تعلمنا ومن عندهم خدنا فائده كبيره في هذا الشيء، في الحلويات وفي الطبخ، وكنشكرهم وكنشكروا جميع المتشرفين على هذه الجمعيه. وحنا يلاه دوزنا امتحان وكنشوفوا فيه الناس من العماله، الله يجازيهم بخير، اللي جاوا عندنا وخذوا من وقتهم التعليم وحضروا لينا، ولنا الشرف الكبير بمعرفتهم. ولهذا انا كنشكر هذه الجمعيه وكنشكر ماما عائشه والتابعين لها. يا الحاجه ان شاء الله غادي لكم كعبه ليا تقليديه، كعبه غزال اللي غتشوفوها جد رائعه. ندعو على بركه الله بالمقادير. ندعو الحاجه بالمقادير. عندنا في العجين نص كيلو ديال الطحين وشويه ديال الملحه وبيوضه والزبده تقريبا 150 غرام. 150 غرام زبده. بالنسبه للحاجه بالنسبه للفورس عندنا 500 نص كيلو. قلت نص كيلو. نص كيلو وهذاك ابيض بيضه. اي لا وبيضه كامله. كنديرو بيضه كامله، يلا بدات ولكن وقفت لان التسوي وقف، دونك كنديرو بيضه كامله وقبيسه الملحه. بالنسبه للعجين غنعجنو المزهر. لا ما عاد ندير شويش ديال المزهر. جات لكم كعبه اقتصاديه. هي شويش المزهر. يلا دير الحاجه على بركه الله. المهم انا دارت نص كيلو فورس، 150 غرام ديال الزبده، بيضه كامله وشويه الملحه، شويه الملحه ومعلقه كبيره ديال الزيت وما صغر. معلقه كبيره ديال الزيت وما صغر. بسم الله دي على بركه الله. عطيني الماء، عطيني الماء. المهم بالنسبه للمزهر درتي نص كاس. نص كاس مزهر صافي، وكتكمل العجينه بالماء عادي. عادي وتكون عجينه ماشي خفيفه، قاصحه شويه من قاصحه ما خفيفه. المهم كما كتشوفوا العجينه كتجمع عادي. بالنسبه لواش كتسدلك ولا لا؟ كتسدلك مزيان. المهم كتسدلك مزيان، حنا غادي نكملوا العجين ونطلقوا. ها ندير كل عجينه مزيان باش وعاد نخليوها تسرح تروبوزا شي بو. دابا العجين خليناها ترتاح. اييه دابا غادي ناخذوا العقده. العقده شحال عندنا الحاجه في اللوز؟ نص كيلو لوز. نص كيلو ديال اللوز حنا مع ربع ديال السميده. فوالا بالنسبه للزبده شحال عندنا؟ تقريبا 150 غرام. 150 غرام ديال الزبده. بيضه وبيضه على حسب اللوز. فوالا بالنسبه للبيض على حسب اللوز، لا كان ناشف. وي اللوز لا كان ناشف كتزيد دير عوض بيضه كديرش بيضات. صافي كتبدا تمعك. عندنا 150 غرام في العقدة، 150 غرام في العجين. دونك هنايا لقات اللوز عادي، دارت بيضه كامله تقريبا شحال ديال المزهر؟ معلقه كبيره. معلقه كبيره ديال المزهر. دونك الحاجه دابا جات مرحله ديال ديالاش ديال كيفاش نصوبو الكعبه. داكو اول حاجه كترش مكان العمل شويه دقيق وكتسرح العجين كما كتشوف. طيب
واش من رقم الحاجه كدوزيها؟ رقم واحد. رقم واحد. الله سبحانه ولا اله الا هو. وكتعاون بالمدلك باش كترقق العجل. ولكن اللي هما دي بيتونت. اها. كيبغيو يخدمو هكا. داكور. فهمتي؟ كتخدم وحده بالوحده. دونك الطريقه اللي وريتينا انت عمليه بالنسبه للناس اللي كيشدوا لي كوموند وكيبغيو يساليو الخدمه ديالهم. معلمات. تماما معلمات. ضروري العجين كتكون رقيقه تتبان لكم رخامه. كتبتوا العجين وكتبقاو غاديين على هذا الشكل هذا. يعني ملي من كتبقاو غاديين كتضغطوا اللوز من تحت وكتبقاو طالعين حتى كتشكل واحد الكعبه. صافي الكعبه ديالكم ساهله بطريقه جبت لكم الحاجه الفاسيه بطريقه مبسطه وسهله. كتفلحي ديكوراسيون كتضربي العجين او العقده لي دو كتكون عندك عروسه وعندك ديك شفتيها كيف جاتك؟ لا لا يعطيك الصحة، لا الشكل يلاه شفتو، وفي الطياب كتبقى كيخرج اللوز الحجاج. كتشد العجين والعقدة. ايه العجين والعقدة. فهمتي؟ كان خصها تشد مزيان هادي راه ما تشدتش مزيان. هنايا كيما كتشوفوا الكعبة بعد ما نشفات لينا كناخدو بيضة كاملة وكدهنهم. ها هي كديرهم بواحد الطريقة عملية كتجمعهم كاملين. كدهني من الحاجة من الفوق صافي؟ من الفوق. من الفوق. هنا لا. لا لا من الفوق. كدهن غير من الفوق. تبارك الله عليك. الله يبارك. بالنسبة للكعبة اللي فلحات على هذا الشكل هذا كدير فوقهم شقيقات سواء بالأرجونتي أو الدوري كيجيو رائعين. هنا بعد ما طابت لينا الكعبة الحاجة كتقدمها بالطريقة ديالها هي طريقة ممتازة تبارك الله عليها. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الكعبه لانها سهله وكتجي رائعه حتى في المذاق. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال كعب غزال اللي قدمته لنا الحاجه بطريقه سهله ومبسطه والنتيجه جات جد رائعه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الكعبه
وان شاء الله الى عجبتكم بارطاجيوها مع العائله ديالكم اصدقائكم. ما تنسوناش في نهايه الفيديو فضلا وليس امرا من لايك وتعليق، وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعيد مبارك سعيد.